انزل. اتجوزت واخدت الزين وحبل الزين وجاب غلام صار يقول لي يا بابا ولا امشي من هون ازيحة. دارت فينا هالايام صار في عندي كتير كلام. لم أسمع عن جرائم حصلت بالمصاعد في الأردن، فعماراتنا عدم المؤاخذة 4-5 طوابق بالكتير. حبيبي ما تحاول، ما رح تزبط معك نهائيا. المهم في الموضوع إنه هناك هلوسات تستوقفني في خصوص المصاعد. مثلا بكون الواحد نازل في أمان الله من المكتب للكراجات، وفجأة بفتح المصعد، فتاة عادية تنتظر وصول المصعد، فأنا بكل أدب وأخلاق بقولها فضلي. رفض، استنكار، استهجان، يعني اكسكيوز مي، أنا عازمك على كاسة عصير على أرجيلي مثلا، أماني صحن كنافي شوية معجنات على الخفيف. جيرت الله عليكي ما تفشليني. تكررت الحالة أكثر من مرة حتى فهمت الدرس، وأصبحت أغلق الباب فوراً عندما أرى أي أنثى تطلب المصعد، خوفاً على سمعتها مش أكثر. بس لما تقرر الآنسة الأمورة إنها ترش أنينة العطر قبل ما تطلع المصعد، ويدخل شخص لطيف مسالم لا إله ولا عليه ويسكر باب المصعد عليهم، بكون أكل خرو. واحد أكسجين لو سمحت. والسؤال الأزل الأبدي الذي لابد من إيجاد الإجابة الشافية الوافية له، نازل ولا طالع؟ وانت مال أهلك يا أخي؟ يا حبيبي انت لو ما كبست الكبستين مع بعض لما طلبت المصعد كان عرفت اني متصخمت وطالع. يا أخي هم كبستين ما في غيرهم، السهم لفوق يعني انت طالع، والسهم لتحت يعني نازل. أما إنك تكبس فوق وتحت فأنت بتقول للمصعد. الصراحة مش عارف شو رأيك، أنزل ولا أطلع؟ أنا بقول شو رأيك تتصل بصديق. نازل ولا طالع؟ لا بصراحة بستنى بصاحبي طالبين ديليفري. اتفضل.